انت حظك وحش في اصحابك يا حمو. حظ منيل وبستين نيله، هما بيستغلوا الطيبه بتاعتي واللي انا ساعدهم واقف جنبيهم، وفي الاخر كلهم بيبيعوني عشان انا اهبل. يعني استاهل، انا اللي استاهل. حظك وحش ولا عدوك ابن كارك؟ لا حظي وحش في الناس كلها، كلهم، وكل الناس انت ساعدتهم؟ مفيش حد ساعدك؟ لا مفيش بقى غير يعني فيجو. ده غرور ده ولا ايه؟ مش غرور. امال ايه؟ لا ده غرور اللي انا شايفاه ده. خلاص انت شايفه، انت مغرور. خلاص انت شايفه غرور. غرور عشان انا شايف اللي انت بتدافع عنهم. يعني انت بتدافع عشان هم مش موجودين. لا انت ما عشتيش اكتر ما احنا عشنا. اصل مفيش حد اصدقك ازاي؟ هو في حد بيساعد كل الناس كده؟ انا ساعدت. مفيش حد بيساعد. انا ساعدت دول. ساعدت مين؟ حسن وعمر. يعني انت اللي طلعتهم؟ اه. عمر ده كان باخد 400 جنيه. ايه؟ كان باخد 400 جنيه عمر ده. وصل دلوقتي نمرته بقى يطلعه اكبر. بكام بقى دلوقتي؟ يعني 40 50. يبقى فين بقى؟ شفت الفرق؟ بسببك ايه؟ اه شفت الفرق فين؟ فرق كتير. الفيديو اللي بعده عمر كمال الاول كان بيعمل الاغنيه ما بتجيبش 10,000. بيقول لك انا لو ما جبتش 50 60 مليون يبقى انا كده ما بتسمعش. انت من امتى يا عم عمر؟ وعاوز اقول لك حاجه تاني يا عم عمر، انت على البرنامج طلعت قلت لحمو استاذ عمرو اديب بيقول لك هو بيكا بيغني، قلت له لا ده ما بيعرفش يغني، سيبنا لك انت الغنى يا عم عمر. انا عاوز بس الناس تيجي تتفرج عليك وانت واقف قدام المايك بتغني. وانا يا عم طوبى اللي انا اغني مع شخصيه زيك تاني، ولا اللي انا اعمل معاك حاجه تاني؟ بدل ما انت راجل بتقول عليا ان انا ما بعرفش اغني، ما انت جيت لي ليه الاول؟ انت نسي لما كنت جيت لعم عمر، بس انا ضيفتك وقابلتك وعملت لك التراك، اول تراك عملته معايا نجح. سامع ناس كده بلا ذكر اسامي قالت لك روح لحمو بيكا، وانت كل ما تقعد معايا تقول لي انت يافطه المهرجان، انت المهرجان انت، وانت ده كنت بتشتغلني مثلا؟ طالع قدام الناس على الهوا تقول لهم حمو بيكا ما بعرفش يغني، وانا لو تراكي والنجمة طبعا سمية الخشاب لما عملت معاك الأغنية أنت برضو طلعت خبطت عليها وقلت مش عارف إيه وإيه. أنت يا ابني ما بيتمرش فيك أي شيء أصلا. أه فعلا. بيقولوا إنك زعلان من عمر كمال لأنه قال الحق. مين اللي قال الحق؟ إنك أنت ما بتعرفش تغني. وربي اللي خلاني ما بيعرف يغني. صوته حلو. إيه صوته حلو؟ إيه صوته حلو؟ هي مش بالصوت. صوته حلو. مش بالصوت. امال بايه؟ الغنى بايه؟ انا صوتي على قدي. اه ليا جمهور كتير والناس كلها بتحب. طب ما هو ده اللي هو قاله. انا اقف تقف قدام المايك تسجل في الاستوديو؟ لا ولا حد يعرف يصد معايا فيهم هما الاثنين اصلا، وانا ما بعرفش اقرا ولا اكتب، بس اسرع واحد فيهم. اسرع واحد انك تقول الكلام يعني؟ هي دي السرعه؟ اه طبعا السرعه والاداء. طب اديني كوبليهين كده سرعه واداء. سرعه والاداء. اه انا بيكا ماي لاف الفانز، انا صورتي شعره على الكنز. لا 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 ده ادائي. اي حاجه بقى من الزمن الجميل؟ لا ما اعرفش ما اعرفش. طب حاجه من الاغاني الشعبي؟ ما اعرفش. طب حاجه من الاغاني بتاعتكم مهرجانات بتاعتك انت وهما؟ شمسي المجره والباقي بره، نورت كل ايامي، مبسوط عشاني، قلبي وملاك دايما ملازمة أحلامي، أنا مش حزين على دي السنين والنعمة لا تدوق سمي، جيالي ليه؟ طب عاوزة إيه؟ ده الأولى بالحب أمي. كل دي أغنية. أنت كده غنيت بقى. أنت كده غنيت. لا ده مش غنى. طب أعمل إيه يا جماعة؟ لا ده مش أعمل إيه يا جماعة؟ ده مش غنى. أشد في شعري. لا ده مش غنى. أمال ده إيه يا بيكا؟ أداء. جاب قد إيه؟ جاب ملايين. لكن هو مغني. بس جوه التسجيل؟ جوه التسجيل يعني وهو بيسجل؟ لا وهو في الطبيعه بيغني. وهو بيسجل برضه بيغني؟ لا ما فيش صوت بقى، في دبل، حاجه اسمها دبل. ايه الدبل؟ تلاتات واتنينات، يعني حط صوته اتنين وتلاته فوق بعض عشان يدي صوت قوي. هو بيعمل كده؟ آه بتعمل له كده؟ اه طبعا عشان اعلي تراكات يعني اجهزه بتعمل الصوت عشان اعلي طبقه صوته. وحسن؟ لا حسن بيصرخ كده كده. حسن بيصرخ بس عشان يجي برضه يقف قدام المايك. انا كنت بوجهه يغني ازاي؟ كنت بتوجهه؟ اه طبعا. عندك دليل؟ عندي الدليل اللي انت زعتيه معاه.
مش دليل ده اللي انت زعتيه معاه وهو كذب قالك انت مين انت عارف اللي حسن حسن الاستوديو اللي هو كان واقف فيه ده بتاعي اللي هو قالك ده انا اللي حمو بيكا اللي قال لي انا عاوز اجي اعمل معاك حاجه الاستوديو ده بتاعي وفي الدخيله. طب ما انت ممكن تكون قلت له فعلا تعالى انا عايز اعمل معاك حاجه. لا ما حصلش انا ما كنتش اعرفه. انت اللي بتستغل حسن شاكوش عشان تنجح. انا بستغل وتجيب مشاهدات. انا بستغل حسن شاكوش؟ ما هو اللي حصل اهو فين في الاستوديو. انا استوديو. انت اللي قلت له تعالى. حضرتك حسن هنا كان مكلمني عليه ايمن شعبان عشان يجي يعمل اغاني معايا. هو ما كانش حد يعرفه حسن. هو ما كانش حد يعرفه ولا كان حد يعرفك يا حمو. انا كنت عمرو دياب الغلابه. والله قبل الناس دي كلها. لا متواضع يا جماعه حمو بيكا متواضع. انا مش عارفه انت جايب الثقه دي منين. انت بتدافع عنهم ليه يعني؟ انا شايفك انت عشان بتدافع. هم مش موجودين وفي حقيقه لازم اواجهك بيها. لا انا حقيقه. طب ما الحقيقه ما الحياه باينه. هو حد طلع كذب على طلع كذب وقال لك انا ما روحتش للشخص ده وما عملتش معاه حاجه. لا العكس صحيح. العكس صحيح. اللي معرفه سحابه لبدوس. انا مش بدمر. ايه ده؟ انت بتهزروا بقى هنا ولا بجد؟ لا بجد. انا كنت بسجل. كنت بسجل هنا. بس انا لما بقف قدام المايك. طب ده انا شايفه ان حمو بيكا هو اللي بيوجهها. لا مين اللي بيوجهني؟ ما اسلام المصري اقول له. سامع صوته عمال يقول لك. هو بيقول. هو حمو. حمو بيوجهش. حمو واقف كده بس. انما اللي بيوجهني. يعني ايه واقف كده بس يعني؟ واقف حمو بقى كده على الله حكايته. واقف على الله حكايته حمو. انما انا كنت بسجل ساعتها. انا ما بروحش يعني. هو حمو عارف احنا اصحاب وحبايب وعمري ما رحت له قلت له تعالى مثلا نصور فيديو نعمل ترند. انت شايف ان صوتك قوي ولا صوتك على قده؟ لا صوتي الحمد لله كويس جدا. وانا يعني في ناس كتيره جدا بدون ذكر اسماء عارفين ان انا بغني حاجات ما فيش حد يعرف يغنيها. زي ايه؟ مقامات. بقول مقامات ما حدش يعرف يغنيها. الطريقه اللي يعني انا شفت دي. طب غنيني حاجه كده فيها مقامات. زي انت عايز قديم ولا جديد؟ قديم. قديم ام كلثوم مثلا. يلا يعني ممكن مثلا نقول رجعونا عنك لأيام اللي راح علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته ترارا قبل ما تشوفك عيناي عمري ضايع سيبوه ازاي عليا. لا انا ندمت. انا بحب ام كلثوم. لا خليك في الشعب. لا ما انا انا ام كلثوم بغني عشان انا بحبها. مش مهم من تعجب الناس ما تعجبش الناس. انا بحبها.